بروده والابتسامات وأعلام الدولتين استقبل مطار شرم الشيخ الدولية أول رحلة روسية قادمة من موسكو وعلى متنها أكثر من 500 سائح لتعلن بذلك عن بداية جديدة للسياحة بين البلدين. السفير الروسي بالقاهرة ومحافظ جنوب سيناء حرص أن يكون أول المستقبلين الفوي القادم وسط أجواء تؤكد على أصالة وتجذر العلاقة بين شعبين صديقين. هذا الاحتفال يعد تتويجا لجهود الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورحلة اليوم هي بداية لانطلاق السياحة الروسية، ومن المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة عشرات الرحلات من 45 مدينة روسية لشرم الشيخ. كل واحد ليه مهمة بيعملها، وإحنا في الحقيقة مستعدين، والمطار مستعد والمحافظة مستعدة والمدينة مستعدة لاستقبال السائح الروسي، حتى يصبح السائح رقم واحد زي ما كان قبل كده رقم واحد إن شاء الله. ولا نغفل السياحة اللي موجودة عندنا حاليا، لا نغفل السائح الأوكراني، الكازاخستاني، الأذربيجاني، البيلاروسي، المجري. السائحون أعربوا عن سعادتهم لقرار استئناف الرحلات، مؤكدين أن مصر بأماكنها السياحية ستكون دائما هي المقصد الرئيس لوجهتهم مهما كانت التحديات. هذا قرار تأخر كثيرا، لكننا نشعر بالأمان في أي وقت، والشعب المصري بالنسبة لنا شعب ودود للغاية. مصر بالنسبة لي مكان أعشق شمسه وطقسه وبحره، وأنا سعيدة جدا بقرار استئناف الرحلات مرة أخرى. أنا أعمل صحفية بموسكو وكنت أتابع كل الأخبار الخاصة بشرم الشيخ، حقا إنها بلد تستحق الزيارة الأكثر من مرة. المطارات المصرية بتطبيقها كافة معايير السلامة والأمان كانت أحد عوامل نجاح رفع حظر السفر إلى مصر. عملنا الحمد لله جميع الإجراءات اللي اتفقنا معهم عليها، كنا في لجان مشتركة مع بعض وتفتيشات مستمرة بيننا وبينهم، الحمد لله خرجنا بالشكل اللي احنا شفناه النهاردة. جميع الإجراءات الأمنية بتطبق بحذافيرها، الإجراءات الاحترازية والصحية بتطبق برضو بصورة كويسة. نجحت محافظة جنوب سيناء في الحفاظ على سلامة منشآتها الفندقية والصحية لتكون دائما في استقبال زائريها وتوفر لهم كل عناصر الحماية والطمأنينة. بعد 6 سنوات من الانقطاع تعود السياحة الروسية مرة أخرى إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لتؤكد على العلاقات الأخوية والقوية التي تربط بين الشعبين المصري والروسي. من مطار شرم الشيخ الدولي، محمد الخطيب،